كما وعدناكم نستمر بالنقل رحلتنا اليوم من زاكاتور وادي الزهور. هذا التلفريكات هسه السواح نصعده فوق، من يوصلون لأعلى الجبل ينزلون يتصورون، اللي يريد يشرب له شاي قهوة فوق موجود أعتقد باقي. هذه الأجواء اليوم في أرمينيا. اصطحبنا العائلة الإماراتية من أبوظبي والآن هم على الجبل. أخ فيصل الشوفيري تفضل، احنا نعزمك على حسابنا، وصل أرمينيا وتتدلل، طلع لك سيارة ومرشد سياحي وبالخدمة. منتجع زاكاتور تقام فيه ألعاب التزلج على الجليد الشتوية، طبعا بالشتاء هنا بأوج عظمة السياحة. هذه الجبال كلها تكون مغطية بالثلوج، المتزلجين يصعدون فوق الجبل من هذه التلفريكات، ومن فوق يبدأون بالتزلج. عزيزي فيصل الشوفيري تأمر انت. هنا عندنا واحد من الأخوة، من أي بلد حضرتك؟ هنا الكافيتيريا موجودة، اللي ما يحب يصعد يقدر ينتظر جوا، يشرب له فنجان قهوة، فنجان كابتشينو، إلى أن جماعته ينزلون. مثل ما قلنا زاكاتور يبعد حوالي 65 كيلومتر عن العاصمة الأرمينية إيرفان، منتجع سياحي. هل أرمينيا تناسب العائلة؟ احنا شغلنا خاص ويا العوائل عزيزي، وين كنا نستقبل الشباب، الشباب المحترم نتشرف بيهم ونخليهم على راسنا، اذا جونا شباب محترمين ببطن عيننا. ارمينيا بلد سياحي، هذول تشوفهم قدامكم، انا ما اريد اوصف، هذول عوائل وما شاء الله من الامارات العربية وسلطنة عمان، عشرات العوائل نستقبل، ومن العراق أيضا، لكن للأسف شديد حاليا الرحلات بين العراق وأرمينيا متوقفة، فمقتصرين على العوائل الإماراتية والقطر وبحرين وسلطنة عمان. يمني مقيم بالإمارات، اليماني بصراحة ما أقدر أضمن لك إياها، لكن أسأل السفارة الأرمينية في أبوظبي، تقدر تتصل بهم، الرقم مال موجود على الإنترنت تستفسر. أنا استقبلت يمني مقيم من ألمانيا إجاني هنا، أما يمني مقيم في الإمارات بصراحة ما أقدر أفتي لك به، الأفضل تتصل بالسفارة الأرمينية في أبوظبي، وإذا أنطوك الأوكي تجي تتصل بينا إن شاء الله تلقانا بالمطار باستقبالكم، نكون وياكم من أول لحظة وصولكم للمطار الآخر يوم، يوم توديع. أتهيئ كل شو تتصل بينا أن نضم لك باكيج متكامل من سكن وسيارة مريحة ومرشد سياحي عربي. أهم شيء تذكرون عدد الأشخاص والفترة من وإلى. هذا ولا كلهم عوائل، هذا هم عوائل عربية، إذا تشوفون يعني ما نريد إحنا نقنعكم بالحكي، ولكن ما نريد نركز على العوائل بصراحة بتقاريرنا احتراما للتقاليد العربية. الباكيج لمدة أسبوع بكم بتكون؟ لكم شخص عزيزي أخ فيصل؟ بس قل لي كم شخص انتو، ومقدما انا اقول لك نحسب لك الكلفة وعندك 10% خصم. احنا وعدناك بجولة مجانية، 10% خصم نسوي لك من الباكيج مالك وتتدلل. اربعة اشخاص في فندق، يا فندق اكو عندنا فنادق 5 نجوم الناشنال، اكو عندنا فنادق 4 نجوم بمستوى 5 نجوم، شوية أسعارها تكون أنسب. الجولات معدل يعتمد كم جولة راح نروح وين راح نروح، أحدد لك إياها إن شاء الله. أرسل لي إيميل، أرسل لي إيميل أحسب لك وحدد لي نوع الفندق 5 نجوم لو 4 نجوم، حتى أقدر أحسب لك الكلفة وإن شاء الله يكون خير.
هذه الأجواء اليوم في صاخ كاتور. محمد أنورول، thank you dear sir. Not at all sir. You are welcome. Anytime you want to visit Armenia, you can contact me directly. You find my number in all my reports on Facebook. This is in Tsakhkazor, in Armenia. Tsakhkazor Resort. You can call me on Viber or WhatsApp or Imo. ما شاء الله هذه المنطقة، هذه المنطقة عزيزي في أرمينيا، منتجع تساكاتور وادي الزهور. درجة الحرارة الآن تقريبا 11 درجة مئوية، ونحن على ارتفاع 1970 متر فوق مستوى سطح البحر، وهذه التلفريكات ترتفع للأعلى، و قمة هذا التل أو هذا الجبل تترجل وتقضي لك بها بعد ربع ساعة نص ساعة، تأخذون صور تذكارية. وهناك مراحل أخرى من التلفريكات، لكن بهذا الفصل يتوقف، يشغلوها بفصل الشتاء لأغراض التزلج للمتزلجين. اسم هذه المنطقة تساكاتور، أي وادي الزهور. أحد المتابعين يقول مدى نشوفك، نريد نشوفك. أنا أبو ماسيس من أرارات للسياحة. الرقم الموجود على الفيسبوك وعلى تقاريره في اليوتيوب، يمكنكم تستخدمون تتصلون بنا مباشرة لو قررتم زيارة أرمينيا. I am Abu Masis from Ararat Lisiyaha. One of my friends from Bangladesh, I think, he want to see me. I'm here. Hello. وبعد هذه الجولة راح نتوجه اليوم إلى لؤلؤة أرمينيا الزرقاء. وما اريد نذكر اسمها، نشوف كم واحد يعرف اين تقع هذه اللؤلؤة. لؤلؤة أرمينيا الزرقاء على ارتفاع ايش قد؟ 1900 متر. ومساحة هذه اللؤلؤة 1420 كيلو متر مربع الحوت. شو هذا شو هاللؤلؤة الكبيرة؟ منو يقدر يعرفها؟ خلي يكتب لنا اياها بالكومنت. وهذه اللؤلؤة تبعد على تقع على مسافة 75 كيلومتر شمال العاصمة الأرمينية يريفان.